يعد علي شعور إن العصفور محبوس من جوا قفص من كام يوم بيعد علي شعور إن العصفور محبوس من جوا قفص الشجر وأكيد في طريق وهخرج للقمر وهرجع وأطير وهسكن على الشجر من كام يوم بيعد علي الشعور إن أنا عصفور محبوس من جوا قفص بس انا مربوط مخنوق من جوا قفص عندي جناحين حلوين جامدين عافيين بس انا مربوط مخنوق من جوا قفص واكيد في طريق وهخرج للقمر وهرجع واطير وهسكن على الشجر واكيد في طريق وهرجع واطير وهسكن على الشجر الشعور إن أنا عصفور محبوس من جوا قفص